طبعا مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة، وكانت المسيرة فيها مشاق فيها متاعب. صاحبة الجلالة تعرف اسم علي فضيل جيدا، فالمستمع إلى هموم المجتمع السياسية والثقافية والقومية العربية تمكن من إنشاء جريدة لم تكن بحاجة إلى صاحبها لرسم خطها الافتتاحي، ذلك أن عنوانها فقط هو من تكفل بهذه المهمة. أما عن نجاحها في بدايتها فلكم أن تسألوا ساعي البريد سنة 1992 الذي امتلأت محفظته بتفاعل القراء. حاولنا نعمل يعني مشروع تاع الشروق يكون متوجه بصفة خاصة يعني للشباب. الشاب المغامر عرف السير في حقل ملغم ومناخ سياسي مضطرب فترة التسعينات، حيث استمر في مغامرته الإعلامية القائمة على الحياد. هذه المغامرة أقلقت سيئة السمعة الآمرة بتوقيف الشروق العربي لمدة سنتين. الجبل وقتها لم تهزه رياح الإقصاء من الساحة الإعلامية، بل عاد أكثر قوة من ذي قبل. فإن أزعجت الشروق العربي أطرافا مرة واحدة كل 7 أيام، فإن المولود الإعلامي الجديد برز لنقل الحقائق هذه المرة يوميا، وذلك بعد التفاف طاقة من شاب حول المدير في مشهد يؤكد أن الشروق كالعنقاء تنهض دائما من تحت رماد الضغوط والإكراهات. صحافة حرة ديمقراطية. على ضيق رواقها عرفت الشروق اليومي انتشارا عربيا أبهرت به العالم الغربي، وذلك بتحقيق سحب 2,000,000 نسخة يوميا. كما صعدت منصة إحصاءات مجلة فوربس الشرق الأوسط لتكون الأولى مغاربيا والثالثة عربيا. رحت على الجزائر ولمست بيدي قوة ومدى تأثير هذه المطبوعة على الشارع الجزائري. عرف عن علي فضيل بحثه المستمر عن المعدن الأصيل لتشكيل فريق شروقي متماسك يسجل أهدافا في شباك السلطة الرابعة. ففي الوقت الذي تعنتر فيه محارب الصحراء في معركة كروية بأمدرمان، كان علي فضيل يرفع نجاح الشروق اليومي في 2009، وعينه تبصر مجموعة أخرى من شباب طموح لدخول معركة السمع البصري. فكانت الشروق الفضائية أول قناة خاصة في الجزائر ظهرت يوم الفاتح من نوفمبر 2011. هو ليس مخول بها قانونا ودستورا، سنكشفه وسنستمر في كشف ملاعباته إلى يوم الدين حتى يسقط إن شاء الله. الإعلام الثقيل تطلب شخصية فولاذية الإرادة، فكان رجل المفاجآت ككل سنة، حيث لم يتوقف في حدود قناة واحدة بل دشن باقة أخرى من القنوات. يسعدني كثيرا أن أمنح العد التنازلي لبداية أول نشرة أخبار في قناة الشروق نيوز مع الزميلين مريم غراز وحكيم بلغيف. المقاوم المخضرم كان سدا حائلا بين الأعداء وطاقم الشروق الشاب، فالرجل تحمل ظهره طعنات من جهات عدة، ومن يعد تلك الطعنات التي تلقاها الراحل يعرف بأن الريادة هي المكان الطبيعي للشروق. بمرور السنوات أصبحت قنوات الشروق مؤسسة مكونة لأقلام صحفية ومذيعين واصلوا احترافهم خارج الجزائر، بل إن هناك مؤسسات إعلامية جديدة اتكأت في نشأتها على أقلام شروقية. هذه هي سنة الإعلام. مبارك دفة، شروق نيوز. الشروق مثل الفرق الرياضية الكبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة هي اللي تصنع النجوم. إذا كان للشروق من فضل على الساحة الإعلامية ففضلها أنها قدمت للمشاهد الجزائري وقدمت للساحة الإعلامية هذه الأسماء الجديدة، هذه الوجوه الجديدة التي تسير بركب الإعلام في بلادنا إلى الأمام. فتح الشروق منبرها لطاقة شبابية تقدم إبداعها في أكبر الاستديوهات بالمغرب العربي، وذكاء الراحل علي فضيل في شحن العائلة الشروقية بقيم الوفاء والإخلاص جعل الشباب يقفون في الصفوف الأولى للدفاع عن الشروق يوم حاصرتها سلطة الهاتف. صحافة حرة ديمقراطية.
تماما كوقوفهم مع الأب الروحي للشروقيين لتذوق حلاوة تحدي 40 سنة من الخبرة. فعلا الأخ أداء أنني أتوجه نقول هذه العائلة الكبيرة عائلة الشروق سواء في الجريدة في الشروق اليومي أو في مجلة الشروق العربي أو في الشروق أونلاين أو في الشروق تي في، نقول لهم شكرا جزيلا وتقديري الكبير لكل المجهودات.